هلا نور رح نروح لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، ورح نحكي فيها عن حالة من الخوف والقلق والترقب بتصيب الأهل وأكيد بتصيب كل الطلاب خلال فترة الامتحان. هاي الحالة ممكن يكون لها تأثيرات سلبية أكثر من تأثيراتها الإيجابية. أكيد سلمى، نحن على أبواب امتحانات الشهادة الثانوية وشهادة التاسع الإعدادي، يمكن أحيانا الأهل للأسف بيشكلوا ضغط نفسي كتير كبير على أولادهم الشهادات، وبيلعبوا يمكن بطريقة سلبية، بس يمكن هن نوعا ما من حرصهم الزايد على أولادهم. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر، كيف فينا نخفف الضغط النفسي عند الطلاب، كيف فينا نكون عامل إيجابي ودعمهم خلال تقديم الامتحانات. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها مع ضيفنا الأستاذ محمود الخالد، اختصاصي في مجال الدعم النفسي للطفل. يسعد صباحك وأهلا. صباح الخير. يسعد صباحكم جميعاً. صباح الخير أستاذ محمود. صباح الخير. يعني مثل كل سنة دائما بنحاول هيك نعطي شوي الناس شوية نصائح كيف ممكن يخففوا الضغط النفسي، إلا أنه مثل ما بيقولوا صار هاد متلازمة الامتحانات عند الأهل والطلاب، شر لابد منه. صحيح. خلينا طيب كيف نخفف هذا الشر اللي لابد منه للأسف. هلأ أول شيء يسعد صباحكم أكيد، ولكن أنا دائما بقول أنه يعني هذا الموضوع لازم نضوي عليه مو قبل الامتحانات، لازم نضوي عليه ببداية العام الدراسي، لأنه بصدقا يعني هي تبدأ هاي المعاناة عند الطلاب وعند الأهالي من بداية العام الدراسي، ويمكن قبل إذا بدك. اليوم نحن لما بيكون في عنا طالب نجح من صف الثامن لصف التاسع، أو طالب نجح من الحادي عشر للبكالوريا، فاليوم في بعض الأهالي تبدأ يعني في حالة من الاستنفار التام بالبيت من صيفية البكالوريا. صح. تحضير دورات صيفية، ضغط على 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 الطالب انه انت بكالوريا، انت خلص، انت ما لازم تعمل اي شيء، حياتك وقفت، انت حياتك خلص صارت مكرسة لهذا الموضوع. ومن هون يبلش الخطأ، لانه انت اصلا بلشت تحط الطالب والعائلة كلياتها بحالة من التوتر انه خلص بالبكالوريا والامتحان. فاول خطأ بتخطئه الاهل هو التوتر، يعني إيجاد أو خلق حالة من التوتر بالمنزل. خلص بتلاقي نظام البيت تغير، هذا الطالب دير بالك أنت بكالوريا، لا تطلع أنت بكالوريا، لا تنزل أنت بكالوريا، لا ممنوع تعمل أي شيء، تنظيم اطلع دورة صيفية، لا تطلع، لا تروح، عود دروس، عود راجع، هذا كلام لسه أصلا ما بلش عام دراسي. وبيزيد هذا التوتر مع تقدم الفترة. فالأهل هن العامل يعني الأهل هن العامل الأساسي بإيجاد وخلق حالة التوتر. يعني حكيت يمكن بداية حديثك أستاذ عن الأخطاء الشائعة. صحيح. بشكل عام خلينا نحكي شوي تفاصيل أكثر، العوامل اللي بتأثر ضغط نفسي عند الطالب. ذكرت فعليا يمكن كلياتنا مرينا بهي المرحلة، ومثل ما قلت يمكن ما بيعطوه فسحة راحة من بداية يمكن انتقاله للصف اللي هو تحضير للشهادة، بتبلش هيدا الضغط النفسي عند الأهل. خلينا نحكي عن عوامل اللي ممكن لازم الأهل يخففوها، هي بتأثر بشكل كتير كبير وضغط نفسي على الطالب اليوم. هلأ نحن الفكرة الموجودة عند الأهل هن عن نفسهم عم ينسوا أنه هو نفسه عرفان أنه هو صار بكالوريا، لأنه أصلاً المحيط مانو يعني مانو مقصر، كان الرفقات بيحكوا، لأنه أصلاً أهالي رفقاتهم عم يحكوا، مدرسينهم في المدرسة عم يحكي، وهو أصلاً يعني اليوم في عنا عوامل كتير مهمة ساعدت بتوضيح أهمية مثلاً خلينا نقول الثانوية العامة. بس رح نقول يعني ما عم ننفي وجود صف التاسع أو عم ننفي أهميته، ولكن الاهتمام بالثانوية العامة أكثر. صار الطالب بيعرف تماماً أنه أنا عم حدد مصيري ومستقبلي، وهو أصلاً صار في عمر المراهقة، في عنده طموح، في عنده يعني في عنده هدف بده يوصل له وحابب يوصل له، وهو عرفان أنه الثانوية هي مفترق طرق ليوصل لهذا الحلم. فهو أصلاً بل هو عنده هاي الحالة، هو عنده حالة هاي التوتر. فلما بتيجي الأهل هي بتبلش تضغط أنه لازم تجيب مجموع عالي، لازم يعني. وطبعا الاهالي كل واحد منهم هو يرغب، اكيد طبعا ما في اهل ما بتحب تشوف اولادها احسن من الناس، ولكن كمان هن ما عم بيشاركوا الطالب او الطفل خلينا نسميه رغباته. ما في الاهل اول خطا عم تخطئه انه ما عم تقرب من الطفل او تقرب من الطالب لتحسسه بهذا الأمان. تمام. اليوم معظم الأهالي بدك تدرس لأنه بدك تجيب علامات عالية، اللي بده إياه دكتور، اللي بده إياه مهندس. صحيح. من دون ما يسمعوا رغباته. فأول خطأ عم بيكون هو
عدم الجلوس مع هذا الطالب ليسمعوا رغباته، ليحسسوه بالأمان وأنه نحن معك. اليوم أهم شغلة لازم تعملها الأهالي أنه نحن نقعد من بداية العام الدراسي، نبلش نقرب من ابننا اللي هو عنده ثانوية أو عنده تاسع، لنحن نحسسه أنك أنت نحن معك. أهم شيء أنك تحسسه أنت معك، شو من كانت النتيجة نحن معك. نحن بدنا اياك تشد حيلك، اكيد بدنا اياك تجيب مجموع مهم من شانك، او انه هذا الشيء رح يعني مثل ما بيسموه رح يعطيك حافز لقدام، ولكن بالنهايه نحن معك شو ما كانت النتيجه نحن معك. هذا هي الكلمه هي بحد ذاتها رح تشعروا انه انا في وراي اهلي ساندينني وهن مساعديني، وهن شو ما كان هن رح يبقوا اهلي معي داعميني. يعني انا برايي انه هي الخطوه هي كثير ضروريه واولى لا تخفف حدة التوتر الخاص برهاب الامتحان. أكيد. طيب أستاذ، كمان يعني في كتير عوامل بتأثر، مو بس الأهل، أيضا المحيط، خليني أقول مصادر التلهية صارت أكبر عند الشباب. مزبوط. هلأ يعني هلأ فينا نقول السوشيال ميديا صار جزء موجود بحياة كل الطلاب وغير الطلاب، كيف فينا نتعاون شوي يعني نعطي أفكار للأهل لحتى يقدروا يستثمروا هذا الجزء اللي هو مصدر إلهاء بأنه يكون مصدر مفيد؟ 100%. ما هو المشكلة أنه نحن دائماً الأهالي ببالهم أن الموبايل هو سبب كل مصيبة، وطبعاً هو أكيد سبب كل مصيبة، جزء مو دائماً. تمام. فهنا بمنظرهم أني أنا إذا سحبت منه الموبايل فهذا أنا رح، أو إذا حددت له فترة استخدام الموبايل فهذا رح مثل ما يسموها رح يحل المشكلة، بالعكس هذا رح يفاقم المشكلة. اوكي. ليه؟ لانه هو بالنسبه له مثل ما تفضلتي هو بيعتبر انه التواصل، تواصل مع اصدقائه، عم يفتح، عم بيشيك اذا كان له اهتمامات رياضيه فنيه، هي قصه يعني. فانا لما احرمه من هذا الموضوع فانا عمليا رح حفزه يدرس لياخذ الموبايل. هذا الحكي مو صح، هذا الحكي مو صح ابدا، بالعكس هو بالنسبه له لانه متعلق بهذا الشيء فهو رح يعني رح يعمل نفسه عم يدرس او ماسك الكتاب بس يخلص الوقت اذا حددت له هذا البرنامج انه انت عندك ساعتين بدك تخلصهم اوكي وبدك وبعطيك الموبايل. فانت عم انت بنفسك انت عم تساعد انه هذا الطالب يكذب عليك او ابنك يكذب عليك. انا برايي انه نحن لا، الموبايل اذا هو فعلا متعلق فيه لازم نحن نعتبره وسيله مساعده. اليوم اخي كل شيء موجود، كل شيء موجود على الانترنت وعلى اليوتيوب وعلى الصفحات. اليوم المواد المدرسية خلينا نسميها هي موجودة، في عنا دروس على اليوتيوب موجودة، في عنا يعني في عنا كتير تفاصيل نحنا يعني نقدر نستفيد منها ونفيده فيها عن طريق اليوتيوب وعن طريق الانترنت من الموبايل. طيب اوكي انا فيني استغله انا كأب او يعني او كعائلة، تعال خلينا نشوف شو في عندك مثلا من هاي الدروس، اذا بدك اي مساعده، اذا في عندك اي استفسار. انا بقول له طب جربت تفتح على النت، انا بحفزه يعني انا خليه يستفيد من هذا الشيء. تمام، خلينا ندور سوا. يعني انا بنظم له العمليه، ما بتركه لانه هو بجوز يدور بجوز ما يدور. صحيح. بس بنفس الوقت انا ما عم احرمه، تعال خلينا ندور سوا. انا بفتح موبايلي بقول له تعال خلينا ندور سوا، هات موبايلك خلينا ندور سوا، بندور على موضوع واثنين وثلاثه وراح تلاقي بالضروره موجود على على يعني على مثل ما بيسموها على الانترنت موجود كل شيء كل شيء. فانت خلينا نحن نفرجي انه نحن عن طريق هذا الموبايل فينا نستفيد، عن طريق هذا الموبايل فينا ناخذ المعلومه اللي بدنا اياها من دون ما انا احرمك منه. طيب خلينا نحكي عن العوامل الصحيحه لدعم الطلاب نفسيا، نعطيهم بعض الخطوات للدعم النفسي، لانه مو فقط يمكن الاهل اللي هن بيشغلوا عامل ضغط نفسي، كمان احيانا طالب بيكون عنده مشكلة من الامتحان أو رهاب الامتحان، في كتير تفاصيل يمكن بيخاف منها الطالب مع أنه بيكون محضر منيح حافظ منيح، وهي التفاصيل نوعا ما بتخليه يخسر بعض العلامات ويكون خايف شوي. حقيقة هو الاستعداد. الاستعداد دائما للامتحان هو يعني مثل ما بيسموا الاستعداد الصحيح والجيد للامتحان، تهيئة الظروف المناسبة، واللي للأسف اليوم فينا مثل ما بيسموها فينا نقول ويعني معظم الطلاب هن المعذورين لأنه الظروف الحقيقية أو الصحيحة للدراسة للأسف هي ما أنا موجودة. اليوم بدك كهرباء ما بتلاقي كهرباء، بدك تدفئة أو تبريد ما بتلاقي، يعني الظروف صعبة، الظروف المعيشية، الظروف المعيشية فعلا صعبة يعني. فنحن لما بدنا نقول أنه يعني
بدنا نأمن له ظروف، خلينا نقول دور الأهل قدر المستطاع يأمنوا الظروف المناسبة للطفل يعني للطالب خلينا نسميها. والطالب هو عليه أول شيء يمتلك الشجاعة، يمتلك الشجاعة أكثر، يقدر يتواصل مع الزملاء والأقران، لا يقدر يراجع معلوماته، يقدر يتواصل مع الأهل. التوتر هذا مشروع، الخوف ضروري، ما فينا نقول ما في طالب ما بيخاف، لازم يخاف، بس ما يأثر نوعا ما بس على تحضير. تماما، الخوف هو شعور طبيعي، ما فينا نقول انه هذا الشيء ما هو طبيعي، بالعكس اذا ما خاف في مشكله، لازم يخاف من الامتحان، ولكن لازم يكون شجاع واثق بنفسه، لازم الاهل يكون في لهم عامل اساسي انه يحسسوا انه بثقته بنفسه، ياكدوا له معلوماته. ممكن فينا نستعيض عن بعض الكلمات باني انا اسمع لك وانت ما طلعت حافظ، فينا خلينا نراجع سوا. دائما الكلمات التحفيزيه من الاهل هي كثير بتساعد الطفل لتزيد ثقته بنفسه وبمعلوماته. هو نفسه مثل ما قلت لك لازم شوي يكون عنده يعني يكون عنده شجاعة، يكون عنده جرأة انه يدرس، يراجع معلوماته، يسأل زملائه. هذا الشيء كثير بيقوي من شخصيته، والشيء كثير بيحسسه بانه انا لا انا دارس انا معلوماتي. اساس هذا الكلام كلياته في الامتحانات، الاستعدادات الجيدة للامتحانات. اهم شيء ما تخاف، واهم شيء انك تسأل، لانه اليوم انت لما بقول انا دارس وبيجي بلحظة قبل الامتحان بيوم واحد بيسمعني واحد بيسألني وأنا ما بجاوب، فهذا الشيء ممكن يسبب له كتير إحباط. صحيح. إنه لا أنا ما يدارس، أنا ما يجاهز، فأنا ما رح أكتب منيح. الهدوء دائما أثناء دخوله للامتحان والهدوء قبل الامتحان هو عامل كتير مهم، هو لازم يشتغل عليه والأهل لازم يشتغلوا عليه أكتر بكتير. أكيد. دور الأهل هو دور أساسي، ويعني مثل ما بيسموه هو مصيري في العمل، يعني فيها عملية الامتحانية سليمة. صحيح. ويمكن يعني كلاتنا مرينا بهالمرحلة بالبكالوريا، ومع اختلاف الزمن بين هلأ وسابقا، بس في متلازمة موجودة دائما بكل الأزمون اللي هي متلازمة المقارنات، وبكرة بيقولوا شوف فلان وشوف فلانة وهذا أحسن، ونبدأ من العيلة وبنروح لجار الجار الجار، كله بيقارن ببعضه. هاي المتلازمة فعلا هي أدت لها لا خلت الشخص يبحث عن القدوة الغلط. تمام. يعني أنا بدل ما أنافس خليني أقول أو يكون مثلي حدا شخصية مهمة أو ناجح، صار مثلي مين أحسن من جاري أو أحسن من قرايبي. هاي التفاصيل كمان قديش لازم صار وقت أنه نتخلص منها. يعني رجعنا لدور الأهل، الأهل اختيارهم لهاي الألفاظ هو المشكلة، أنه أوعك ما تجيب علامات عالية لأنه بنت خالك هي جابت أعلى منك، والأوعك وابن عليك. عمك وأخوك، هاي المشكلة، وبكرة بيحكوا عليك. رجعنا احنا نرجع لحديثنا اللي حكيناه بأول ما حكينا اليوم، الأهل هن الأساس بأنه أنا أكون داعم أو أني أنا أكون الشخص اللي أنا عم وتر ابني أو عم وتر هذا الطالب الموجود عندي في البيت. صحيح. أنا العامل الأساسي الأهل، لأنه أنا اليوم قلت لك أنا لازم أقرب منه، أنا لازم أحسسه بالأمان، ولازم أحسسه أنه أنا معك شو ما كانت النتيجة. هاي أهم شغلة اليوم الأهالي إلهن، يعني هاي الجملة كتير ضرورية تنحكى، وهذا الشيء فعلا لازم يكون حقيقي. ليش بس مهم فعليا؟ يعني انا بقول له للطالب اهله يقول له انا بحبك بكل حالاتك، بس يعني اذا كانت النتيجه منيحه، اذا كانت مقبوله، اذا كانت متوسطه، والكل المشكله بده ابنه يكون دكتور او مهندس. يعني لا يعني في نوعا ما نحن بحاجه لكل اختصاصات اهم حاليا، اهم حاليا حقيقه السوق. لو جربنا بس نقعد معاهم نسمعهم، انت شو رغبان؟ في شيء ببالك؟ قديش رح يحس انه هو مهم ورايه مهم وتفكيره او هدفه او طموحه مهم؟ او اذا ابوه دكتور هو دكتور. يعني انا تماما، يا دكتور يا مهندس يا محامي او معروفين. العيله كلها بس العيله كلها هيك. لا بيكون صيدلي يعني مو كل هالقد كثير راضي يعني. ماشي الحال. هذا الشيء مو صحيح، بالعكس انا من البدايه بقعد بقرب منه بسمع هو شو رغبان، ولازم اني الامان، وخصوصا يعني الاب والام، والاب اكثر من الام، الامان انه انا قريب منك شو ما كان، انا قوم بواجبك وعن جد اجتهد ودرس واعمل اللي عليك، بس اتاكد تماما انه انا معك في كل الحالات، وشو ما كانت النتيجه
انا رضيان. اكيد. ويمكن كمان هلا نحن بدنا نحكي كمان انه في للاعلام دور كثير كبير، وهلا نحن عم نحاول من خلال برامجنا حتى الاستضافات اللي عم نستضيفها عم بيكون معنا مبدعين بمجالات متعدده، ما عاد الدكتور هو بس المبدع ولا المهندس هو المبدع، يمكن كل 100 حلقه ليطلع معنا شخصيه من هي الاختصاص، مع احترامي لجهدهم ولتعبهم، انه عامل شيء هو كثير فظيع. هلا عم نشوف الهندسات المعلوماتيه، الهندسات الالكترونيه، الهندسات الطبيه، عم نشوف حتى يمكن الشغلات اليدويه، في ناس تماماً. ما ثاقبت مع الظروف بهالحرب انها تكمل، فانتقلت لشيء انها تعمل مشروع صغير. فهاد كمان دور انه نخلي الناس تشوف النماذج مختلفه ناجحه بس قدرت تنجح بامكانياتها بالنهايه. هذا هون انا بدي احكي عن امكانيات الطالب. تماما. اليوم احيانا نحن الاهل بيحملوا الطالب فوق امكانياته. صحيح. في امكانيات عقليه للطالب، يعني معروف انه هذا مثلا متفوق من هو صغير، تحصيله العلمي مختلف عن غير من الطلاب اللي هو ممكن يكون اساسا بحاجه لكثير مساعده. صحيح. ولا دورات. صحيح. هذا قديش بيلعب دور. نحن اليوم هاي هي الفكره، نحن عم ننسى انه هذا مجتمع فيه كل الاطياف، يعني وبيسع الكل، وانت قادر تبدا في اي مجال، بأي مجال أنت قادر تبدأ. كويس. ومثل ما تفضلتي حضرتك، من عبر شاشتكم وكتير شاشات وكتير أماكن وعلى مواقع السوشيال ميديا كتير ناس أبدعت، ما كانوا لا دكاترة ولا مهندسين. صحيح. تمام. واليوم إذا كنا بدنا نعمل إحصائية كتير مهمة لعدد الناس اللي عم تشتغل باختصاصة، رح نلاقيهم كتير قلال. صدقيني يعني كثير ناس رح تلاقيهم هن موجودين باماكن يتطلب هذا المكان، على سبيل المثال خريج اداره بس رح تلاقيه هو خريج ادب انجليزي، ورح تلاقي في هذا المكان انه مثلا خريج اقتصاد بس هو عم بيكون خريج مثلا معهد. صدقيني انت قادر تبدع باي شيء بتحبه. نحن اليوم لازم نحكي مع اولادنا انك انت لازم تحب هذا الشيء لتبدع فيه، لانه امن بنفسك وبقدراتك، اذا ما حبيته ما راح تبدع فيه. حتى لو صدقيني جبت انت معدل كامل. لو في كثير طلاب شفناهم يمكن كانوا عم يلبوا رغبات اهاليهم وعم يفوتوا اختصاصات مثل ما كان الاهل بيحبوا، ما كملوا، ما لقيت حالي او ما قدرت كمل. خلينا نحكي عن مثلا فتره الامتحان، اول ما يفوت الطالب اول يوم بتلاقيه عنده خوف، رعب، عنده رهبه، كيف التعامل هيك بطريقة صحيحة نفسية سليمة ليقدر الطالب نوعا ما يمر هيك بأول يوم امتحان بسلاسة؟ لأنه كثير من العوامل بتأثر عليه، المحيط فينا نقول، حتى المراقبة، القاعة، الناس اللي حواليه، كله بيكون محط اهتمام بالنسبة له. في عنده ردة فعل، في ناس يمكن بتقلك أنا حافظة كثير منيح ومحضرة بس خسرت علامتين لأنه نسيت، خفت، توترت، وعلى علامتين ثلاثة بنلاقي بيفرق معه الاختصاص. صحيح. للطالب اليوم هلا شغلتين كثير مهمين لازم يعرفون الطالب ويعرفوها الأهل. أول شغلة بالنسبة للأهل، أول شغلة ما في داعي نحن لما نفيقه من الساعة 3 الصبح 4 الصبح مشان ما تروح عليه نومة، وما في داعي نحن نحسسه إنه أنا بدي أطلع معك على الامتحان وأنا ناطرتك على الباب، لأنه هي الحالة هي مو حالة. صحيح. من الاهتمام، هي حالة من الخوف. بتلاقي الأهل عم يقدموا. تماما. الأهل هن اللي صاروا عم يقدموا. أنا ما أذكر على زماننا كان هذا الكلام. صحيح. موجود. أنا كنا نروح نحن لحالنا على المدرسة ونرجع لحالنا على الامتحان وما كان هذا الشيء موجود. فنحن هذا أول عامل من عوامل توتر أول يوم. صحيح. إنه قوم في البيس كول، بدك تتأخر، لازم بدي يطلع معك وبدي يوصلك، وبلكي الامتحانات وبلكي المواصلات. انت اول شيء الاهل بلشوا بتوتر اول يوم، هاي اول شغله. فنحن بالاهالي خلينا نروق، هو بيعرف طريق المدرسه كثير منيح. انا من وجهه نظري ماني مع ابدا ابدا انه الاهل يروحوا مع الطالب على المدرسه على الامتحان، ابدا ابدا، لانه هذا الشيء رح يزيد توتر وتوتر الطالب وخوفه. انا مني وعلي ماني مع هذا الكلام ابدا. لا، هو بكالوريا او تاسع، ما هو صغير على فكره، يعني ان كان هذا عمره 15 سنه وان كان هذا عمره 18 سنه ما هو صغير. انا برايي اتركه لحال يروح على المدرسه. بالنسبه بقى للطالب لما يفوت على الامتحان او على المركز الامتحاني، لازم كثير مهم يعرف انه كل الموجودين في المركز الامتحاني ما حدا منهم قاتله قتيل، وما حدا منهم ناطره على نكشه، وما حدا بيعرفه، لانه عمليا وقانونيا الموجودين في المركز الامتحاني هن مانن اساتذته، مانن يعني ولا مدرسينه ولا موجهينه، فهو ما بيعرف حدا.
فهو لازم كتير يتذكر تماماً أنه اللي موجودين في المركز الامتحاني هن الموجودين ليقوموا بيعملون مثل ما أنت جاي تقدم امتحانك، هن جايين يقوموا بيعملون، فهن ما لهم شغل معك. لا تخاف، لا تقول هذا المراقب بيكرهني شكله ما انه حلو، لا لا انت لا تستبق لا تستبق ركز على المراقبين المراقبين تماما يعني لا تستبق الاحداث انه هذا المراقب مبين عليه لئيم او والله انه مثلا طبيعي المراقبين ومدير المركز لما بده يفوت بده يعطي التعليمات الامتحانيه فما راح يعطيها وهو عم يضحك، راح يعطيها او بالاحرى ما بدي يعني ما راح يعطيها بطريقه تجعل الطالب مثل ما بيسموها يشعر بالتسيب. كثير مهم مثلا مدير المركز الامتحاني والمراقبين راح يحكوا مشان يحسسوه انه في انضباط بهذا المركز وانه هذا الانضباط راح يتطبق على الجميع والنظام راح يتطبق على الجميع، فلازم بس هذا امر روتيني لازم ما تخاف منه. اي انا رساله كثير بوجهها لكل يعني طلبه الامتحانات هاي يعني هاي السنه انه لا تخاف لانه هذا الشيء روتيني لازم يحكي لك النظام الامتحان الوقت الامتحان التعليمات شو بيحق لك شو ما بيحق لك، وهذا الشيء ما لازم يخوفك، لازم تبتعد عنه تشيله من ذهنك، مالك شغل فيه، خليك بامتحانك خليك بمادتك كون هادي كون رايق اعتزلهم مالك شغل فيهم مالك شغل فيهم، بس فكرت انه المراقب هذا بده عم بيوزع الورقه معصب عم يزور صيح عيط انت توترت، لا مو انت اللي مو هو اللي وترك انت اللي وترت حالك، انت مالك شغل فيه، هو حر هو بده يوزع الورقه كيف ما بده هو كيف ما بده يحكي لانه انا مالي شغل معه، انا الي شغلي بهاي الورقه اللي انا بدي اكتب فيها المعلومات خلص انا الي من هاي المعلومه وبس. هاي كثير هاي نصيحه كثير مهم لازم يعني يسمعوها كل طلبتنا الاحبه، ان شاء الله يا رب يكونوا هيك بالتوفيق للجميع، لازم يكونوا هاديين رايقين مثل ما بيسموها محضرين صحيح. منيح ليقدموا هاي الامتحانات، ما بدي اكثر من هيك صدقيني، لا بدنا نقول انه والله بدنا نقابل وبدنا نحكي وبدنا ندعم، الدعم الاهل هو دعم كافي لانه اصلا ما حدا بيفيدك بهي الفتره غير اهلك، تمام هن الداعمين الاساسيين، وبنفس الوقت انت هدوءك ورواقك ثقتك في نفسك هي قادره تماما تساعدك لتأمن لتكمل هذا الامتحان مو بس اول يوم ولكل فتره الامتحان. صحيح أكيد يعني. بدنا نشكرك الأستاذ محمود الخالد أخصائي في الدعم النفسي للطفل على وجودك معنا، وأكيد نتمنى لطلابنا الأحباء التوفيق بامتحاناتهم بالشهادتين الثانوية والإعدادية. شكرا كثير لك. شكرا.